السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز الزمالك على النادي الأهلي في مباراة تستحق أن تكون القمة المصرية في نهائي كأس السوبر الإفريقي بملعب الهلال بالمملكة العربية السعودية. مباراة أكثر من رائعة وحاجة فوق الجمال بصراحة. أبهرنا الهدف الأول من ركلة الجزاء من اللاعب وسيم، والهدف التعادل والاكسر تايم، ثم ركلات الترجيح التي انتهت بفوز نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الافريقي الذي توج الزمالك بطلا للسوبر الافريقي بعد مباراة كانت تكون الاروع. سيطرة من نادي الزمالك في الشوط الاول، والشوط الثاني كان التعادل هو الهدف لمباراة الزمالك والعودة، وركلات الترجيح تألق عواد كالعادة وأحرز بطولة السوبر الإفريقي لنادي الزمالك. شابوه نادي الزمالك، شابوه القائمين على المباراة، شابوه للجميع، وألف ألف مبروك، ونهائي ممتاز، والسلام عليكم ورحمة الله.